الزول في اللون ما يتم يسمى الزول مقران. مرحبا إسون، كنت تشوفوا في لحظات من دفن الشهيد جمال الدين الشوي الذي اغتالته أيادي الغدر الذي تم اغتياله من طرف مجرمين مازالوا فارين ومازالوا ما لقاوش شكون هذا. يمكن الناس اللي قتلوا جمال راهم كانوا معاهم هنا في الدفينه حتى هو، خاطرش انا حنا هذا نعرفوا هذا كيف اسمه كيما يقول واحد الهول هذا نعرفوه. وين 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 الناس قتلت ناس ومشات في جنازتهم؟ نعم نعم، قتلوا ناس ومشاو في جنازتهم، قتلوا ناس وراحوا يبحثوا عليهم مع الناس اللي تبحث. هذه نعرفوها، هذه ما يروحوا يغلطوا ناس اخرين، احنا ما نجموش يغلطونا، ما نجموش يغلطونا، ما تنجموش تهفونا. قال بوتيتر الناس اللي قتلوا جمال راهم كانوا معاهم اليوم في الدفينه. هذه نقولوها ونعاودوها، خاطر لازم التحقيق يكون تحقيق واسع. تو دابور نورمالمون مادام السيد تقتل باربال، ها على حسب ما قال النائب العام المشكور، النائب العام اللي دار البارح كيف اسمه اللي دار كومينيكي وقال بلي رانا هو اشترى وعطى تفاصيل الاغتيال، مشكور النائب العام المحترم نتاع سكيدا. كانوا ناس يقول لك بلي الكومينيكي مزور، الكومينيكي ماهوش مزور. اتصلت انا شخصيا بالنيابه نتاع سكيكدا وكونفيرماو لي بلي البيان دار في نيابه سكيكدا ومضاه النائب العام. انا متيقن بلي لو كان جات هالجريمه صرات عند سيادنا في الغرب، عند سيادنا في الغرب، نزيد نعاودها، عند سيادنا نعاودها ونزيد نقولها، عند سيادنا في الغرب، الناس اللي قتلوا جمال يجيبوه. لو كان يكون رئيس الجمهوريه بعد، لو كان يكون ماكرون، لو كان يكون بوتين، لو كان يكون بايدن تاع الامريكان هو اللي قتل يجيبوه. انا نقول لكم يجيبوه، خاطرش اللي هي علاش هما عندهم عداله بوان على لين. ما يستعرفش هو، ما يستعرف لا بالتليفون، ما يستعرف لا فلان لا فلان، يخدم خدمته. الشرطي تلقاه يخدم في خدمته، واحد ما ينجم يجي يدبر عليه. لو كان يجي واحد يتكلم له في ودنه ولا يدبر عليه، ثم بعد يدينونسيه ويقول لهم ها واش قال لي واش قال لي، الصبح هو في مشاكل. خاطرش هذو الناس ترباو على كشف الحقيقه. عندنا احنا الله اعلم، ما نسبقوش الاحداث، ما نسبقوش الاحداث، نستناو مي ما نظنش انا 90% ما يجيو النتائج والانسان اللي قتلو منها 90% ماهوش هذاك هو الصح. انا نقولك، انا مبدئيا نقول كيما هاك. على بالكم بلي مادام السيد تقتل باربال، بريميرمون هذا يكون عامل ارهابي، هو عامل ارهابي باش نتفاهموا مليح، هذا عامل ارهابي، عامل اجرامي. ومادام تقتل باش يقولوا بالريفولفر سادير بالرصاص، اما يكون واحد ارهابي خاطر هما اللي عندهم لي زارم، ولا يكون واحد اللي عنده لوتوريزاسيون باش يهز السلاح. ما تقوليش انا واحد شعبي عنده لارم، كاش من هذه اي شعبي ما كانش، غير الناس اللي مدرقين ومنعرفوين ومن ومنا، مي ما نظنش الشعب ما عندوش. الشعب يقتل بالموس، يقتل بالمرطو، يقتل باي حاجه، مي الرصاص يكون في يد الارهابيين وحده،
يكون في يد الناس اللي مسموح لهم باش يهزوا سلاح زوج بلاص. دونك نورمالمون لو كان لونكيت انا نطلب من كيف اسمه وزير العدل نورمالمون وزير العدل نورمالمون صرات قضيه في سكيكدا ماهمش تاع سكيكدا اللي يديروا لونكيت. اسمحوا لي اسمحوا لي انا نشهد لله ان النائب العام في قسنطينه صرات مشكله وين كاين واحد ضابط نتاع شرطه تعدى على اندام هز الشرطي هذا اللي الناس اللي كانوا في المناوبه وهز الشرطه كاملين وهز الملفات كاملين وبعثهم ديريكتومون لولايه ميلا. تحيه كبيره اليك يا سيد النائب العام، تحيه كبيره اليك يا سيد النائب العام. هام الرجال الفحوله صح، والرشام حميده ولعب حميده ماشي القضيه هذه. كيفاش انا صحافي، انا صحافي دركا ندير مشكل نجي نجيبو الصحفيين الزملاء نتاعي هما اللي يديروا لونكيت؟ تمسخروا بينا، تتمسخروا بينا. دونك انا نطلب من كيف اسمه من بريميرمون من وزير العدل نورمالمون حتى وزير الداخليه باش يخلي الناس اخرين يجيو يديروا لونكيت. فوالا اسمحوا لي دونك كيما كنت نقول نورمالمون وزير العدل ولا وزير الداخليه ولا حتى رئيس الجمهوريه يبعث ناس خاطين خلاص من الولايه ويروحوا يديروا لونكيت باش يجيبوا الانسان اللي قتل هذا كيف اسمه رئيس البلديه السابق ومحامي. خاطرش لازم تكون ناس ما عندهم حتى علاقه بهذه القضيه هما اللي يديروا هذا الشيء هذا ويحطوا ناس عليهم عساسه ما يقربوا لهم حتى واحد ما يجيو حتى واحد باسكو نورمالمون سهله. سيت مات بار بال لي بال لي كان زوج كان لا كارتوش كان الاخرى كيف اسمها اللي تخش في السيل لو كور كي جبدوها وكاين لونفلوب لونفلوب لازم لا لي توي سي مابيل لي توي هذيك ثاني لازم يحوسوا عليها وانا جيها كاش ما يلقاوها اذا ما على باليش وانا جيها قتلوه في الضربه وانا جيها تقتل الاخر سينو كي تيريو عليه الطير هذيك اذا ما هزوهاش داوها. مي لازم يجيبوا هذيك لابال باش يقدروا يعرفوا واش من سلاح الدار ونتاع من سلاح هذا يقدروا يشوفوه يقدروا يلقاو هذه هي. ولونكيت ثاني يفودغي ما يخليو حتى واحد حتى من السيد هذاك اللي بلغ باش يقولوا بلي لقاو يزيدو يهضروا معاه ويزيدو يحقوا معاه لعله كيف كان الناس اخرين هدوه ولا قالوا له خلي حتى الغدوه ولا باش تقول ولا كيف شافهم ولا كيف شاف ولا منا ولا منا. لازم شوف لونكيت هذه تروح بعيد 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 خلاص لازمها تروح بعيد لونكيت باش يجيبوه السيد هذا مهما كانت صفته. هاد الجروب هذا ولا هاد السيد هذا واحد ولا زوج ولا عشرة لو كان يجي يكونوا واش لو كان يكونوا ملائكة لازمهم يخلصوا يدوا بيي ما فيهاش هذه قال لا لا رحمه الله وخلاص لا ما كانش ماناش في غابة ماناش في غابة لازم اللي دار يخلص. كاين عدالة إذا السيد هذا كيما دار لكم ولا واش عنده مشكل معاكم كاين عدالة. وزيد كاين حاجة لازم وزارة العدل تشوف علاه السيد هذا اللي تكلم وقالهم باللي راهم حبوا يقتلوني حبوا يقلبوا بيا الطوموبيل وداو لي الدراهم وكذا ومنها وكأن حاجة ما كانت والملف مازال محطوط في القجر واحد لا بالك راهم تحفظوا عليه حفظوه خلوه ليه. لازم دوك انا غالب دوك الانسان لازم كل واحد يخدم خدمته شاكان في سون ترافاي دوك الناس اللي جاوا باش يديروا لونكيت ولازم تكون لونكيت محايده ما تكونش لعب حميده ورشام حميده ما تصرحش يا عباد يا ناس ما تصرحش. انا قلت لكم في قسنطينه صرات مشكله وين كانت انضم مسكينه تعدى عليها واحد ضابط تاع شرطه ودوك نضربوه بعشر سنين باش نتفاهموا مليح. تحيه العداله فيف لا جوستيس سي لا جوستيس كي نحبوها هذه هي ما فيها لا شرطي لا دركي لا يحب فيهم يحزنون. الدير تخلص وكي سمع النائب العام وكي الجمهورية سمعوا بالقضية ثم بعد هزوا كلش هز كلش وروح ليه بعد عليه روح ليه اللي دار يخلص
اللي دار يخلص واللي دار خاتين. كانوا ناس بوليسيه كانوا معاهم في لاكارد في هذيك كيف اسمه في المناوبه، مي ماهمش مع على بالهمش خاتين. مي كان الناس اللي كانوا حاضرين وشافوا المراه كي جات ودخلوها الكوميساريا وتعدى عليها السيد، اي بان شهدوا وهما بعد انكولبي كما قال واحد انكولبي، ضربوهم ب 10 سنين وما عرف قداو منها ويزيدوا نحيوهم خلاص من الامن. انت مشكل نتاع امن، انت فويو، انت بوزيتان فويو، مش كما الامن حشاه، الامن تاع الناس الفحوله تاع الناس الرجال اللي ما يقدروش يظلموا ما يظلموش، هذا هو الامن. مي الامن فيه واحد مسخ لازم نديجاجيوه، هذا كان كنت بيه ديجاج. حتى السيد هذا حنا دوكا ما نسبقتوه ما نقولوش لا جهه هذه لا جهه هذه لا جهه هذه، يمكن يكون عمليه ارهابيه، يمكن يمكن وين على بالنا، يمكن تصفيه حسابات، كانوا ناس معاه في العمل ما تفهموش معاه ولا عنده، يمكن واحد من الناس اللي كان يكون هو محامي تاسس ضده، تاسس ضده، يمكن يمكن واحد من عائله نتاعو، يمكن واحد من لازم لونكيت سوي سون كور، ولازم يخليو حتى بلاصه باش كيما قال واحد يجيبوا هاد الناس هادو. ما ديرولناش كي ضربت هذوك الناس الاربعه اللي ماتوا في الطوموبيل وكان رحمه الله الناس ماتوا بالغاز، لا يا اخي العزيز، لا 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 لا، لازم نروحوا الساعه علاه جاوا ثم الناس هذو، كيفاش حتى جاوا ثم، كيفاش حتى نروحوا للبلاصه هذيك، كيفاش على السته تاع العشيه يرقدوا، كيفاش كاش ناس ترقد على السته تاع العشيه تمسخروا بينا. لو كان جا 12 تاع الليل وحده ساعتين قال غلبوا مساكن لا غالب عليهم، جاوا في الطريق غلبوا ما لقاوش كاره ورقدوا، معليش مي انا اسمح لي يا اخي انا نكون في الطريق نغلب نروح لوطيل، نروح لوطيل ما نرقدش لبرا انايا، نروح ما كانش دراهم باش نروح لوطيل، نروح قدام كاينش مكان كوميساريا ونقالي قدام الكوميساريا ولا قدام الدرك الوطني ونحل كيف اسمه الاخر السياج نتاعي ونرقد، راني في امان. مين نخرج انا نروح بعيد في بلاصه ما يروح لها حتى واحد، ها في ربعه يموتوا بهكاك استنشقوا الغاز كيما يقولوا هما، اسمح لي اسمح لي ما درتوش خدمتكم. انا نقول لكم الناس زونكيتور فو نافي با في فوتخ بولو، خطراش لازمكم تروحوا بعيد خلاص من الاول، كيفاه جاوا الناس على قداه جاوا منين جاوا وين كانوا هذا واش يكونوا بعضهم الناس هذو، علاش على الستة نتاع العشيه يرقدوا، علاش على الستة نتاع العشيه يرقدوا ويرقدوا في ربعه، في ربعه ما كانش واحد يبقى انا مارف بكري عندي نسوق عندي صحابي كنشوفهم راح يديروا، انا عمري ما نرقد في الطوموبيل جامي كو سوا شوفور ولا نقعد في السياج تاع الاخر، هما مراكدين وانا اللي نشوف مع الشوفور ونهضر معاه في كار، ساعات ركبت حتى في كار في بوس رايح الجي عمري ما نرقدش حتى نبقى ديما نشوف، وترقد ابن عمي في ربعه يرقدوا سبحان الله، وقال خلاص طبق الملف في الامان مات ربي يرحمهم. نو مسيو لونكيت لازمها تبقى محلوله، لونكيت ما لازمهاش تقفل، لونكيت ما لازمهاش تقفل. على كل حال تعازينا لهذا المساكن هذو، سمحوا لي اذا كنت نعيط، سمحوا لي سمحوا لي دمار كبير على بالكم. ام هذا اللي كنت نسمع فيها مسكينه، ام الشهيد هذا مسكينه، ربي غير كيتقولها في عمرها برك هو باباه، ما مصحني انا ما نظنش كان يتحكموا الصدمه مساكن، ما نظنش ناس كبار مساكن. الله يروع من روحهم ان شاء الله، الله يروع من روحهم، الله يروعك هذا السيد هذا اللي اشتري من عارفكش، الله يروعك بروعه اكثر من تاع هالناس هذو. هذا ما نقولكم خاطرش نتوما ناس جبانه، نتوما فوزات دي جون كيما قال واحد، بونيت با دي جون كيما قال اونيت، باسكو الراجل فحل يجي يواجه الراجل فحل، انا عندي مشكل معاك نواجهك، بصح باش نجي نقتلك ولا نجي من لا ندافع على نفسي صح، لو كان تكون انت مسلح نتي حتى انا ندافع على روحي، بصح باش نكون انا وياك نكون حتى انا مسلح وانت ما عندك والو جوتيليز با ونار. نو مسيو كان عداله، وكان العداله نتاع اليوم وكان العداله نتاع الاله، حتى غدوة فوزالي ايشابي العدالة نتاع لهنا، والله ما تروحوا من العدالة نتاع ربي، والله تسلكوها في الدنيا قبل من الآخرة، تسلكوها في الدنيا قبل من الآخرة، كل من تواطأ في هذا الشيء في هذا، أنا نقول لكم أم كانوا ليزيكخي، لازم ليزونكيتور يروحوا ليزيكخي بزاف، غير قبيلت كان السيد جبدوا ناس
نتاعو في يتكلم مع صاحبه في الفيسبوك وقال له حوايج بزاف، الحوايج كاملين لازم يشوفوا الناس هذو واش كان يقول واش كان يقول، ويجيبوا الناس كل ويجيبوا الناس كل. هذه علاش نقول لكم نجيبوا الناس كل؟ باسكو لونكيت لازم تكونها نوتر، لي زونكيتور لازم يجيبوا ناس تو دابور يكونوا ضباط ويكونوا كبار في واش يقولوا في لي غراد باش واحد ما يجي يلعب عليهم، وثانيه يعطيوهم كيما قال واحد بلاصه باش ينجموا يحقوا فيها ويجيبوا الناس اللي مذكورين كاملين لازم يجيبوهم. فوالا نزيدو نرجعوا ان شاء الله على القضيه نتاع هذا المرحوم هذا ان شاء الله، وبربي ان شاء الله نتبعوها وما نخليوش الحق نتاع اي واحد يروح. حنا رانا لكم بالمرصاد، اي حاجه تصرى حنا ما هاد السيد هذا ما نعرفو ما يعرفني، هذا اللي مات ربي يرحمه ما نعرفو ما يعرفني. بصح الناس كيما هادو مساكن اللي سكريفاو حياتهم من اجل الوطن ما نخليوش الدم نتاعهم يروح باطل. اتو تدر ما عنديش وقت بزاف اتو تدر.